إذا هناك الاستعداد بهذه اللحظات المتميزة، ولكن نتابع الأخوة الذين يشاركون بهذه الرياضة. مروان بعبد الرحمن بن محمد الذي شاركنا بهذه اللحظات، ونتمنى له التوفيق. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري كذلك، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول الذي حمل بعنوان هذه التحديات. نسير مع بداية هذا الشوط، نتعرف إلى هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله، أسماء عديدة تشارك، أشعارات جميلة. الله، بعود إلى الصدارة، بعود إلى البداية. بسير مع الاول، اتابع من يحمل رقم 5، من تحمل هذا الشعار، او هناك حامل رقم 3. اذا نعود الى المركز الاول، نتابع الصدارة والانطلاق الاول. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري من يتولى الانطلاق الاول. اما المركز الثاني، الغدوم، يا سلام، جمع بن خاطر الجنيبي قادم على المركز الثاني. اما المركز الثالث، الله 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 الله، حامل رقم 9، حامل رقم 9 تتسلل الى هذا المسار الجميل. الله عليك يا سيف يا بن حمد يا الشامسي الذي انطلق الى المسار الثالث، ولكن وين الاول؟ وين الانجاز؟ الله، هنيالك هنيالك. هناك من ينتظر الفائز، هناك السيارة المقدمة من سيدي سمو الشيخ سلطان. هنيالك، ستصافح هذه الهداة الكريمة. الله الله الله، العودة الى البداية. راغب الصدارة، شخصية اسمها شخصية، وبالفعل انها على الانتصار الاول. الله، اذا بنقول هناك محمد بن سعيد بن خلفان الظهري، ولكن دير بالك يا الظهري، دير بالك اذا نتابع المركز الثاني. محمد بن شفيع ابن محمد بن ابراهيم على المسار الثاني. الله يا المسار الثالث، سيف بن حمد بن خلفان الشامسي، ولكن الصدارة منذ بداية هذا الشوط. السيطرة واضحة، السيطرة جميلة. دير بالك يا ابو سعيد يا اخوي، دير بالك، السيارة تنتظر الفايز الاول، وانت كفو مع الانجاز على المحافظة هذه المتابعة. ولكن المركز الثاني يحمل رقم 7 بالمتابعة، جمع بخاطر بن فايل الجنيبي. وصل الجنيبي، دير بالك يا الظهري، دير بالك. ولكن الظهري خلاص ظهر بالانجاز، ظهر بالسيارة. اوبو، يا سلام، اقتربنا من خط نهاية. الله عليك، شكرا للمتابعة، شكرا يا ابو سعيد. محمد بن سعيد بن خلفان الظهري، تهانينا. إذا بنقول تهانينا وناموس بالمركز الأول على ما أعتقد حاملة رقم 8 بالمركز الأول، تهاني لعامر بن محمد بن هاشل المنصوري الذي سجل هذا الإبداع الكبير في اللحظات الأخيرة. تعرفنا عليه بالفعل وحصد الإنجاز الجميل، تهانينا. أما المركز الثاني كانت تهانينا وناموس لجمع بخاطر الجنيبي. والمركز الثالث، إذا تهانينا وناموس الذي حصل على المركز الثالث، التهاني والناموس لسيف بن حمد بن خلفان.